في مجالات علمية متعددة والشبكات الإجرامية ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجهة الكبيرة وتمنية المساعدة والتأكد وتكمن معدتها في تقديم الدعم لعناصر الأمور من كل الأخطار التي يبقى احتمال ظهورها ومواجهتها بشكل مفاجئ واردا في كل لحظة وحين. تسهر ولاية آن بني ملال والمناطق الإقليمية ومفوضيات الشرطة التابعة له على مواصلة التنزيل الأمثل والسليم لبنود استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2026 لمكافحة الجريمة من خلال وضع مخططات عمل شمولية تجمع بين ما هو وقائي استباقي وردعي زجري، وقد حققت هذه المقاربة نتائج مهمة قد تريح صدر القائمين على الشأن الأمني خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر ماي من سنة 2023 إلى متم بشهر أبريل من السنة الجارية، حيث سجل انخفاض محسوس في المظهر العام للجريمة بفضل العمل الاستباقي والتواجد المستمر بالشارع العام والاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة للمواطنين، حيث تم تسجيل ما مجموعه 38,633 قضية ما بين جنايات وجنح بلغ معدل إنجازها 99.86%، قدم بموجبها إلى العدالة 42,046 شخص أمام النيابات العامة المختصة، وهو ما انعكس بالضرورة بشكل إيجابي على تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، علما أن قيادة ولاية أنبا ملال تولي عناية خاصة للاستجابة الفورية لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 المجاني وفي أقصى سرعة ممكنة وخلال مدد زمنية محددة تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم، حيث استقبلت قاعة المواصلات بالنفوذ الترابي لولاية أنبا ملال ما مجموعه 1,623,644 مكالمة هاتفية، استدعت القيام 41,047 تدخلا أمنيا ميدانيا، فيما باقي المكالمات الأخرى فهي مكالمات لطلب الإرشادات أو اتصالات يمكن يقال عنها أنها سلمية. أما بخصوص قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومسكر ماء الحياة فقد تمت معالجة 6,821 قضية وتوقيف 8,109 شخصا وحيل جميعهم على العدالة، كما تم حجز كميات مهمة من المخدرات والحيلولة دون وصولها إلى الشباب، حيث بلغت كمية المحجوزات 963 كيلو من مخدر الشيرة، 4 كيلوغرامات ونصف من مخدر الكوكايين، 6,927 قرص من الحبوب ديال الهلوسة والمؤثرات العقلية، 197 كيلو من القنب الهندي إضافة إلى 167 كيلو من مخدر الطابع، علاوة على حجز وإتلاف ما يناهز 10,480 لتر من مسكر ماء الحياة، أطنان من التنين المخمر المعد لتحضير هذا المسكر. وأود أن أتقدم هنا بالشكر الجزيل إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي على ضوء المعلومات الدقيقة والتنسيق الدائم والأمثل معها تم القيام بالعديد من العمليات النوعية وإجهاض العديد من المخططات الإجرامية من هذا النوع.